الحينة زرنا فيل ظريف برفق قال لا لا ليس هنالك ما يزيل. أوخ يا يما كان يوم طويل عن جد كان طويل. شو رأيك نلعب إشي يويو؟ في عني كمان وظايف أنا. يعني لسه وقت نعمل الوظايف؟ نلعب؟ بدك نلعب ولا؟ لا 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 اسمعي، أول شيء نحل وظيفنا عشان أمنا ما تصيحش علينا، بعدين نروح نلعب، طيب؟ طيب يلا يلا خذي وظايف. بدك تساعديني على الوظايف؟ يعني طيب إذا بخلص بكير. شو رأيك؟ أنا بلعبك وأنت بتحلي وظايفي. لا نحل وظايفنا مع بعض يويو. طيب يلا. طيب بنفع بنفع تخليني احط اقلامي؟ حطي مين ماسكه؟ وهاي الدفتر. دودي؟ وين قلمي؟ قلم شو؟ الكحل اللي كان هون. اي قلم يويو؟ هذا قلمي، هذا الي. اسا حطيته هون ورحت جبت الدفتر اختفى. شو بعرفني انا؟ مش انا اخذته. راجعي القلم اسا. خلص يويو. اي بقول لك وحية الله ما انا اخذته. اي ما دخلنيش. يا باخذ اسا قلمك وبتطلعي لي قلمي. يا بطل الله وحية الله وحية الله انه انا ما اخذتش قلمك. هاد قلمي وحية الله ما شفت قلمك يويو. اسا بطل شفته اطفال يويو. لا 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 انا بخاف من ستات الاطفال. طلعي لي القلم يويو وحياتك. والله ما اخذتش القلم. تتسمميش لستات الاطفال. الله يوفقك وحياة ربك. يا الله يا يويو. الو لا لا وحياة ربك يويو يويو. استنى بعد عم بيرن. الو عمي الشرطي، في وحدة عم تسرقني، هي اختي. لا لا يعني لا لا عمو لا لا عمو اصبري خليني احكي مع الزلمة. وبديش اياها خلص لانها سرقت لي قلمي وبدهاش تطلع لي اياته. يلا بدك تيجي؟ طيب يلا باي. يا انا طلت غراضي وبلشت اكتب وما شفتش قلمك وحياة الله. مين سرقه؟ انا يا عمو صورتي اللي طلعت من المدرسة فتحت الشنطة واخذت قلمي وبلشت اكتب. ضع على قلمها. يا الله يا عمو. هي سرقه وحياة الله يا يويو. باي دودي. ايش عم تساوي انت؟ ولا شيء ولا شيء. جبت لك هدية. هدية؟ جبت لك هدية. وين الهدية طيب؟ بعرفش. وليه معك قلمي؟ مش انا. لعد مين؟ بعرفش. وليش قلمي معك هذا كمان؟ برضه مش انا. وظني مسكتك تيجي. ناسف. ايش في هون؟ هذا سرق لي كمان قلمي. تعال معي يلا. يعني اذا هو سرق قلم الرصاص وسرق كمان الحبر، دودي شو سرقت؟ هي ولا سرقت اشي. انا ظلمتها. يا رجالي دودي يويو صغير نط بالبير اجى عليه كل العصافير. يا يويو رجالي دودي من الحبس. دودي دودي حبيبتي اختي. يويو كيف انا صرت هون؟ رجعتك باليويو السحري تبعي. عن جد؟ زعلانة منك. انا ما سرقتش القلم. ايه تغني. ما انا عرفت مين السرق. مين؟ عمو السراق. ولا ظلمتيني، قلت لك انه انا ما سرقتوش. دودي متأسفة اني ظلمتك، بس يعني ما كنتش مفكرة انه عندنا حرامي بالبيت. خلص متأسفة. كيف زعلانة منك؟ لأنه أنا كنت أحلف لك إنه أنا ما سرقتش وأنت ما كنتش هتصدقيني يويو. خلص
بعملها وعد. وعد؟ تيجي تعمل حركتنا؟ طيب يلا. حبيبتي هاي. يا ولاد يا حلوين، لازم نفكر مرتين قبل ما نحكم على البني آدم. مثلي أنا، أنا ظلمت دودي ودودي ما كانت تشتار الألم. دودي متأسفة. قبلت أسفك بس ممنوع تعيديها ثاني مرة. طيب طيب تنسوش سبسكرايب على الكباس الأحمر. باي.